اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم طريقه تحضير دبس الماندورين. هذا هو الماندورين، كناخذوا الكميه اللي عندنا، ما عندناش واحد المكيال معين كناخذوا. بعد ما كنغسل الماندورين كنقطعوه على جوج باش اننا نعصروه، ضروري نعصروه بهذه الطريقه هذه، ما نطحنوش في الخلاط الكهربائي لانه غادي يطحن لينا العظام، يطحن لينا وغادي يطلق لينا المروره. لهذا غادي ناخذوا العصير صافي صافي بحال هكا، ومن بعد نصفيوه ونديروه يغلي، نديرو غلي حتى يوصل السائل الى المستوى ديالو النصف. مثلا كان عندنا ايترو جوج ايترو تيولي يوصل عندنا ان لتر، واحد لتر. من بعد ناخذوه ونصفوه بنصفات اخرى لانه غادي يكلل وغادي نصفوه. من بعد كنبقاو نخليوه يغلي غلي غلي حتى يوصل لهذا المستوى هذا كما كتشوفوا، يعني الماء او السائل كله تبخر، كنحسوا غير على السكر والمكونات الاخرى اللي كتكون في يعني في الحواميض، لان المندرين فيه الحموضه، فعندي فيه نسبه الحموضه عاليه باينه، يعني فيه الحموضه وشو ديال الحلاوه. الا خديتو المندرين حلو بزاف فغادي تلقاو فيه نسبه السكر يعني كثيره. دابا صافي حصلنا على الدبس، يعني كيولي عاقد تماما قد ما تيغلي، قد ما كيتبخر منه داك السائل قد ما تيعقد. هاد الدبس هذا فهو كيدخل في مجموعه ديال الاطباق بالاخص اللحوم، فكيجي فيه رائع جدا. كنقدمه لكم بالصحه والراحه. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد نعطيكم فيه طريقه ديال انواع ديال الدبس، وكل مره غادي ندخلوا هذا الدبس في يعني في شي اكله او لا في شي حلوه او لا في شي حاجه. بصراحه هادو الدبس اللي فيهم نسبه الحموضه عاليه فكتكون يعني كيدخل في الاطباق اللي كيكون فيها اللحوم ولا، فكتعطي واحد اللوكو زوين ويعني كتردو يعني في المذاق ديالو لذيذ وكتفتيه، لان يعني ديك الحموضه اللي كتكون فهي كتساعد على ان اللحوم تتفتى، يعني كتولي طريه. ايوا ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتحضروا. فالمندرين بعض المرات يكون رخيص، فبعض المرات كنلقوه بدرهم ولا، فلما لا اولا اللي عنده الشجر ديال الحواميض فيقدر يستغل هذه القضيه هذه، لان بلاص ما انا نخليو الحاجه تتفسد وكنرميها اللهم نديروا هذه المسائل هذه. انا كندير هذا الدبس بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الاشجار، يعني انا في المدينه كنلقاو الناس عندهم شجره ديال الليمون ولا شجره ديال الكرمه ولا شجره ديال العنب، فلما لا نحضروا بها بهذه الانواع، لان بحال هذا الدبس هذا نقدروا نحضروا به حتى عصير، يعني لما لا حتى هو نقدروا ناخذوا منه معلقه ونديروا في كاس ونحضروا عصير. نقدم لكم بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.